هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاكي، بعدين معاكي. يعني ما بقتش سامع، عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. حسبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. حسبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. صفصف، تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. شكرا يا حاتم، ميرسي قوي يا حبيبي. شكرا وميرسي يا حبيبي على ايه؟ على انك هتعرض عليا دلوقتي انك هتساعدني في توضيب البيت. تدبيسه يعني، حاجه يعني زي كده. لا يا ماما. لا يا ماما، شكرا ليك انت وميرسي. شكرا ليا انا على ايه يا روح؟ على انك رفضتي ان اساعدك في توضيب البيت. يا سلام، انا رفضت انك تساعدني؟ يعني انا اللي عرضت عليك ان اساعدك اصلا؟ افهم من كده يا سيدي الدوق انك مش هتساعدني في شغل البيت، صح؟ لا مش هساعدك يا جناب الكونتيسة. والله يا زمن، لا بايدينا زرعنا الشوك ولا روينا. انت يا سيدة، يا قصدي يا صفصف. يا سيدة وحياتك بيضة. وطي صوتك، وطي صوتك وانتي بتوضبي البيت، عاوز اسمع الماتش كويس. ماتش؟ يا اخويا سيبني اوضب البيت، وديك شايفني تعبانة وشقيانة وانت تقولي الماتش. ماتش ايه؟ لابد عن يوم معلوم تغرق دي فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم. بس يا غوايش، بطلي بطلي غنى يا غوايش، لحسن اجيب لك المعلة جنون. لا بقولك ايه، خلاص خلاص هشتغل وانا ساكتة. الحقني الحقني حتوم، الحقني دكتور. ايه مالك يا صفصف؟ ايه مالك؟ الف سلامة. تعبانة تعبانة، جسمي جسمي كله مدخدخ من الشغل طول النهار. انت السبب يا حاتم، لو جرى لي حاجة هيبقى ذنبي في رقبتك انت يا مفتري. ما خبر مش فايد. لا لا، انا هطلع اشوف دكتور عوام. ايه ده؟ ايه الجريطة وقلة الذوق دي؟ حد يخبط على جاره الساعة 3 الفجر و14 دقيقة. مش وقت الدقة بتاعتك دي يا سمراد دلوقتي. فين انجي بنتك؟ انت اكيد عقلك اتلطش. حد يصحي بنت جاره الساعة 3 الفجر و15 دقيقة؟ اسمع يا جدع انت، بقولك ايه، لو ما دخلتش صحيت بنتك الساعة 3 و16 دقيقة، هخلي الجرايد تكتب بكرة وتقول جار يقتل جاره الساعة 3 الفجر و17 دقيقة. صفصف بتموت، صحيها بسرعة أرجوك. أيوة بس إنجي بنتي لسه ما تخرجتش من كلية الطب. ألف سلامة على حضرتك يا طنط صفصف، أنا اديت لحضرتك مسكر. شكرا يا إنجي حبيبتي، طمنيني، هو الموضوع خطير؟ لا خالص، ده إرهاق. واضح إن حضرتك عملتي مجهود كبير جدا. فعلا أنا عملت مجهود، وناس تانية عديمة الإنسانية رفضت تساعدني. خص عليك،
بس عليك يا مراد ازاي ترفض؟ انا مالي، انا طول النهار كنت في الشغل ورجعت الساعه 6:39. قوليلي بقى يا انجي، انت يا حبيبتي اتخصصتي ولا لسه؟ ان شاء الله اتخصص يا طنط صفصف، عايزه اتخصص طب نساء وولاده. مع ان انا اقترحت عليها بطنه وسكر. عسل انت مالك يا بارد؟ انت تتدخل في تخصصها ليه؟ في حد يتدخل في مستقبل بنته الساعة 3 الفجر و26 دقيقة و5 ثواني؟ انا اخترت التخصص ده علشان تجربة ماما الله يرحمها ما تتكررش. ماما اللي ما شفتهاش خالص ولا ترميت في حضنها، ماما اللي ماتت يوم ولادتي. يا حبيبتي حبيبتي يا انجي، مامتك دي كانت من اطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي. ماما كانت صحتها ضعيفة جدا يا طنط، وما كانتش بتهتم بالتغذية السليمة أثناء الحمل، علشان كده ناوية تخصص نساء وولادة علشان اهتم بكل ست أثناء فترة الحمل. برافو عليكي يا انجي، التغذية السليمة مهمة جدا للأم وللجنين كمان. لازم الأم الحامل تكتر من حمض الفوليك عشان تمنع تشوهات الجنين، كمان لازم كالسيوم وفيتامين د لتقوية العظام، والبروتين والحديد طبعا علشان حماية الأم وحماية الجنين. ربنا معاكي يا انجي ويرحم مامتك، يا ريت كل أم حامل تهتم بالتغذية السليمة. بقول لك ايه يا حاتم يا اخويا؟ قول يا مراد ياللي مش اخويا. بمناسبة التغذية السليمة، ما فيش عندكم فطار ليا؟ وانت حامل يا مراد؟ ايه؟ لا مؤاخذة انا اسف يعني، وفي قلة ذوق كده في حياتك يعني؟ حد يطلب فطار من جاره الساعة 3 الفجر و31 دقيقة؟ كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. ما بلاش حلوة نهار، انت لفتي الانظار وكعبي علي عليكي بجد ومش صار. انا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. شخلي جيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، وقتنا ما صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصري، إخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.